البحرين في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ على مدى السنوات العشرة الماضية نظراً للسياسات الاقتصادية المتحررة التي تنتهجها وخارطة الطريق الواضحة التي وضعتها للوصول إلى مستوى أعلى من الرفاه الاجتماعي على كافة الأصعدة. وترحب مملكة البحرين بالاستثمارات الأجنبية والمحلية، ولذا فقد حرصت خلال العقود الماضية على توفير بيئة تساعد الشركات الأجنبية والمحلية على الازدهار. صباح الخير. صباح النور. اخبارك؟ الحمد لله بخير. اول مره بتطلعين هني؟ شلون سمعتي عنه؟ مال ابوي. اوكي، يعني بس من كلام الناس سمعت عنه. ايه، كلام الناس. تحمستوا للموضوع ولا حسيت انه شيء يعني عادي يعني؟ بس الحين بنطلع وبنشوف شلون يكون. انتوا جايين حق المطعم ولا حق الفعاليه بشكل عام؟ لا، حق الفعاليه بشكل عام يعني. رحتوا الكرنفال هناك؟ ايه، خلصنا. اخبارك؟ كان كان اوكي الحمد لله. تعرف عليك؟ غسان بدرويش. هلا. نعم، من بحرين. اي نعم. اول مره تجي هالمطعم؟ اي والله اول مره. شلون سمعت عنه؟ والله من خلال دعايات واعلان مشروع بن فقيه، مشروع ليان. اي، فعرفت ان عندنا المطعم الهواي، فحبينا نكون من ضمن المدعوين فيه يعني. شنو شعورك ان هالنوع من مثلا مطعم انه يطير في السماء؟ ان شيء مختلف صار في البحرين. والله شيء حلو يعني، روعه يعني. وانت على الهواء قاعد تعشى او تغدى، شعور حلو. ما يخافون البنات مستعدين تطلعون مع بابا؟ شو اسمكم؟ ايمان. جنان. عادي بتطلعهم فوق؟ متاكدين من السلامه وكل شيء؟ اي الحمد لله امور طيبه. شو اخبارك؟ الحمد لله. تعرف عليك؟ فاطمه البحرين. اي اكيد. شلون سمعت عن المشروع؟ عندنا دعوه، يعني دعوكم ان تجون تجربون المطعم هاللون. شنو شعورك انه بتطلعين الحين فوق السماء تتعشين او تتغدين على يعني في السماء؟ شعور حلو. ما في خوف ولا شيء؟ لا لا. تعرف عليكم؟ مرحبا، ابراهيم الكوهجي. عبد الرحيم فقيه. هلا ونعم فيك. شنو كان شعوركم فوق لما طلعت وياهم؟ والله انا للحين انتظر دوري عشان اطلع فوق. انت طلعت؟ انا طلعت. صراحه شعور يعني انا شفته في كذا مره في يعني في دبي كان وفي فرنسا، بس لما انا طلعت فوق شعور شيء لا يصدق. والمنظر من فوق يعني صراحه انا كان عندي تخوف دائما من الارتفاع، بس هذا اليوم it was a breaking يعني nerve for me، بس صراحه it was very exciting. فيكم في يعني رابطينكم ومثبتين وكل شيء؟ لا طبعا ما تحسين بامان، بس انه يعني وانت طالعين تحت هني في تخوف شويه، بس شعور وانت فوق شيء خيالي صراحه. والاكل ما شاء الله، والخدمه والترتيب من احسن ما يمكن، بس مشروع هذا صراحه شيء لا خيالي مثل ما يقولون صراحه. يعني نوع من المشاريع لما تجي البحرين تحس انه تغيير عن الديره، قاعد تطور منها، قاعد تغير فيها؟
طبعا مشاريع مثل هذه تحتاج البلد، ومشاريع مثل هذه تجيب مشاريع ثانية للبلد. طبعا احنا بلد معروفة كسمونه بحرين، يعني جزيرة، فالمشاريع هذه اللي تطلع على البحر لازم تستقل، ومثل هاي المشاريع يعني 100% لها المردود. وانت شلون سمعت عن المشروع او عن هالنوع من المطعم هلون؟ انا طبعا سمعت عن المشروع في البداية من الجرائد، والناس ربعنا يتكلمون على المشروع هذا، ورغبني زيادة على أساس أن أنا أشوف المشروع هذا بنفسي، ولقيت ما شاء الله يعني شيء غريب أو شيء جديد من نوعه في البحرين، وأنا صراحة حتى في الخليج ما شفت مشروع مثل هذا. فدخلت المعرض ما شاء الله، فعندهم ما شاء الله وايد شيء للمستقبل على أساس يجذب الاستثمار للبحرين، والسياح في نفس الوقت لما يشوفون مشاريع مثل هذه فيتشجعون على أساس أنه يجون، وتصير انطلاقة يعني من هالمكان هذا إن شاء الله. شو أخباركم؟ الحمد لله، الله يسلمك. أعرف عليكم؟ أي سينا دشتي. آيات حافظ. البحرين؟ من البحرين. تحسون هالنوع من الفعاليات تسوي دعاية أكثر للمشاريع اللي يسوونها؟ Absolutely, definitely, absolutely. لا يعني هاي فكرة وايد عجيبة، لأن أول مرة يجيبونها في البحرين، إحنا شايفينها قبل في دبي، بس الحين ما شاء الله يعني يا ريت يكثرون من هالمشاريع. شلون تسمعون على هالنوع؟ طبعا يعني انت حصل ترى شو لكم انفيتيشن، بس عادة اذا ما سمعتوا او ما شفتوا شيء شخصيا لكم، تدورون على نوع الفعاليات تصير في البحرين عشان تزورونها وتجربونها؟ ايه احنا كالعادة شو نسوي، يعني ندور على فعاليات موجودة في البحرين غير الفعاليات مثلا في المنامة والمحرك صاير، يعني برا المنامة يعني مثلا الألعاب المائية ولا الكارنفال ولا اي شيء ثاني للمجتمع، عشان نطلع في الطبيعة والجو الحلو. فنشوف الجرائد، نشوف الانترنت، خاصة في الانترنت في بعض الصفحات اللي فعلا تخبرنا وين الفعاليات الحلوة في البحرين، ونجي ان شاء الله. ايه حمسين حق اليوم، يعني انت قلتوا جربتوها من قبل بس اليوم مختلفة في البحرين الحين. او كلش كلش، انا قلت الاخ نزار قلت اتوقع في شورت تحتنا ينتظرنا بعد جوعان ان شاء الله. يعني it looks very interesting صراحة. يا ان شاء الله نشوفكم فوق وتستمتعون باليوم. مع السلامة. شكرا. تسلمين اختي. ثانكس. شو اخبارك؟ الحمد لله، الله يسلمك. اعرف عليك؟ صابر محمد. هلا ونعم فيك استاذ صابر، اول مرة تجي هني؟ انا والله لا، انا من ضمن المشروع بعد، انا اشتغل في درة مارينا، وطبعا بن فقيه ماخذ الارض من درة مارينا ومسوي التدشين حق مشروعهم. شلون يعني هالنوع من الفعاليات، انت ما شاء الله درة مارينا دائما تقومون بفعاليات وتحاولون انت تنظمونها بشكل رائع صراحه، فشلون كان الاقبال عليها؟ طبعا في كل شهر نحن نسوي فعاليات في درة مارينا، ويعتمد على طبعا تدرين يعني ناسيون، يعني اقبال كبير بيكون على المشروع. يعني عندكم مثلا وسائل معينه تنشرون الخبر فيها، ولا تحبون يكون مقتصر فقط على مثلا زوار مداومين عندكم؟ والله احنا يعني نخلي في الجرايد قبل يعني اسبوع عن الفعاليه، وطبعا بنخليه طبعا في الشوارع، في ساين بورز بعد على شارع درة البحرين بعد نفس الشيء، فالناس يعرفون عن تهدفون للسياحة. يكون عندكم مثلا جنسيات مختلفة ولا فقط اللي همكم المقيمين في البحرين؟ طبعا حق السواح بعد يعني يعني محل طيب انه ياخذون شقق او فيلا هني، بيكون لهم سكن هوم، ويعني معظم يعني الناس يعتقدون ان درة المارينا بعيدة عن المنامة، بس يعني زين حق السكن هوم والانفستينج از فيري جود يعني الحمد لله. تعودنا خلاص، عقبك نقول درة بعيدة، الحين عادي يعني مسافة الدرب نوصل كلها
20-25 دقيقة يور ذير يعني الحمد لله. وبتجرب تطلع وياهم في المطعم؟ أنا والله رحت أمس بس يا أيب الأهل بعد يروحون اليوم إن شاء الله. شلون كان شعورك؟ It's different يعني it's something مثل ما تقولين شيء نوع آخر صاير يعني خصوصا يعني تروحين الارتفاع و it's something different يعني الحمد لله. Hi, how are you? Good, thank you. How are you? I'm good. How was your day? Excellent. We had a great day. Can you introduce yourself for me? My name is Nadia Bouslama. I'm the head of marketing for Belfaqih. Head of marketing. So you are the brain behind all these things that we're having right now. Tell me, how did you think about it? What exactly is your vision? Well, actually at Belfaqih, what we try to do is really to give our clients more than real estate. We want to give them experience. And based on the concepts that Mr. Faisal comes up with, we try to give the same experience to the client. So basically, we're doing the first type of project in the world, and what we did, we tried to do the first thing in Bahrain. So the first, like the sky dinner never happened in Bahrain before, so we wanted to introduce it here, give an exciting experience to people, and at the same time do it at the site where the Lian project is going to happen, and let people feel what they're going to see, what they're going to have in the future. So you try to bring everyone like a small sight of what actually going to happen in the future. Absolutely. That's so amazing. Do you have a certain way of creating your ideas, aiming for only people lives in Bahrain, expats, or people from GCC? No, we don't limit ourselves to people in the GCC. Like we said before, what we try to do is really to promote Bahrain as well. So we want to show people everywhere in the world the quality Bahrain can offer, the entertainment Bahrain can have. So we really go cater to everyone. How is the reactive people? I mean, I'm sure you've dealt with them, you've heard their opinion. How do they react? People are extremely excited. People, whether on Instagram, on Facebook, or they call us, they're very excited about the event, they're very excited about the project, they love the idea. They send us questions all the time. They ask if they can come, where they can, when they can buy, how they can see, whatever. So for now, we're going just the entertainment. We're providing them what's gonna be, and they love it. For now, they love it. مساء الخير، تعرف عليكم؟ مساء الخير، أشرف كردي. عبير فخوري. ألو، نعم، من وين؟ من سوريا. ومن زمان عايشين بالبحرين؟
سنتين. سنتين يعني تقريبا يدد شوية. يعني تقريبا صرنا سنتين. وإيش تحبون تطلعون في الأيام الفراغ أو في الويكند؟ فعاليات نفس هالفعالية اليوم ولا عادة تروحون أماكن محددة؟ عادة نروح على الحديقة، على سيتي سنتر، هاي هي أكثر شيء. ولكن هاي الفعاليات إذا وجدت تروحونها؟ إذا وجدت طبعا هذه الفعاليات من نحضرها. وأنا لأن كمان مشارك من جهة شركتنا يعني اللي هي بن فقيه. نحن اوريدي عرفت عن الموضوع. تمام، ايه عرفت عن الموضوع، فطبعا بيشرفني اني اكون بالموقع كمان. يعني تحسون البحرين تطورت من نوع انها تكون عندها فعاليات مختلفه على مدار السنه بشكل كتير كبير؟ يعني هذا ملاحظينه هون في البحرين. يعني انا صار لي سنتين فقط ولكن بالفعل حسيت انه في كتير تغيير. اي تماما. انت شو اسمك؟ اسمي بلال. بلال، حبيت اليوم؟ استمتعت اليوم؟ استمتعت اليوم؟ ايه. حياتي. أراد أعطيكم العافية وإن شاء الله أشوفكم دائما مبسوطين ويانا. Hi, good evening. Good evening. How are you? Good. How are you? Great. Thank you very much. Can you introduce yourself for me? I'm Eric from Red Scarf. We are the event company who organized all this event for Bin Fakir. That is one hell of an event. It was amazing. It's really, really good. How did you get the ideas? Was it requested from the client or you provided? We came out with a couple of ideas. They came out with a lot of ideas as well. The dinner in the sky was from them. The water show as well. And the thing is, we tried to come out with a concept that was perfect for the kids to spend a good day. And that was an event to remember. We really wanted to create an experience for people. And so we had to start from scratch in an empty land with no electricity, no water, no nothing. And we have a lot of construction going on where you have a lot of different areas for kids, from the kids game, kids carnival, the men's cave. We call it like this because it's full of PlayStation and all the games for the adults. We have a toddler's area for the small kids. We have a farm. We have a bouncy castle. We have so many animation for the kids to make sure they spend an amazing day and that they will keep this experience in their mind for a very long time. Coming from a background like doing events all over Bahrain, do you think that this kind of event attracts the experts more or the local more? It's an event that attracts a lot of locals. People want to see something that they haven't seen before. And especially in Bahrain, there's a lot of potential for new shows to come, for new entertainment to arrive. And I think right now, with this kind of event, we have a kind of a momentum saying, this can happen in Bahrain, and people can get these kind of shows in Bahrain. شو أخبارك؟ يا هلا أختي، أهلا وسهلا. عرف عليك؟ فيصل فقيه، التشيرمان حق بن فقيه. طبعا احنا في مشروعكم اليوم نتمنى لكم التوفيق، بس تقول لي نبذة سريعة عن المشروع بشكل عام. مشروع اليوم طبعا مشروع حصري حق العائلات اللي احنا في البحرين. ايضا احنا اخترنا موقع استراتيجي مثل درة مارينا. درة مارينا هي منطقة فعلا راح تخدمنا حق المشروع، خصوصا ان تحيط بها مارينا وايضا المنطقة هادية،
فاحنا اعتمدنا اعتماد الكلي ان تكون المنطقة هذه تحتاج الى حركة في المستقبل، تكون فيها حركة وتكون متنفس حق البحرينيين، ايضا حق الخليجيين، وتكون وجهة حق بالعكس حق العوائل، وذيك مكان متنفس فيها جميع الأشياء الترفيهية حق الأطفال وحق الكبار. وأيضا عندنا بعد فكرة ثانية اللي هي ضفناها في المشروع، اللي هي الحديقة المائية. الحديقة المائية هي طبعا فكرة من تعتبر من أول فكرة في العالم على مستوى خلينا نقول الفري هولد. عندنا بركة سباحة ضخمة تقريبا 300 متر طولها. ايضا عندنا كثير من الاشياء اللي احنا ضفناها حوالين بركة السباحة. عندنا سينما مائية، وعندنا ايضا مطاعم في الماء، وعندنا غير هذه اشياء كثيرة ترفيهية حق الاطفال. وغير ذي الاشياء كلها بعد بالاضافة لهذه عندنا شقق لها زلاقات خاصة من البلكونة على بركة السباحة، فهذه ايضا راح يضيف لنا اضافة احنا كبحرينيين، ان احنا الحمد لله توفقنا نسوي مشروع مثل ذي على مستوى العالم، ويكون اول مشروع في البحرين ان شاء الله رب التوفيق. يعني طبعا انت خبرتني من 2010 ابتديتوا الفكرة، سلسلة المشاريع اللي بتبتدونها، كيف كان يعني نوع الاستثمار في البحرين في هالفترة من 2010 ليومنا اليوم؟ لا طبعا اختلف. احنا 2010 البداية يعني كان السوق في شوي كان في نوع من التحفظ بطبيعة الحال، ان كنا تونا يعني على ما زالت بوادر الأزمة المالية. فالحمد لله بعد 2000 وخلنا نقوله 13 صار تحسن كبير في سوق البحرين، وأيضا في كان من الأسواق الثانية مثل السعودية والكويت وقطر كان في إقبال عندنا جيد ولا بأس به صراحة. البحرين فعلا فيها مجال للاستثمار كبير وفيها بوتنشل عالي، لكن احنا نحتاج الى ان احنا ننشط مشاريع سياحية اكثر في البحرين على اساس نخلق السوق اللي احنا نطمح له. واحنا بالعكس يعني احنا عازمين ان احنا قد ما نقدر نحاول نوفر بقدر المستطاع لهذه سوق البحرين، يكون نخدمه ونكون نوفر فيه يعني مشاريع مختلفة بحيث ان الناس تحصل لها مكان ان هي تقضي فيه اوقاته، وهم للسياح الخليجيين اللي يجونا وايضا للاوروبيين. احنا عندنا ما شاء الله الفورمولا 1، وعندنا كثير من الايفنت اللي تصير غير الفورمولا 1، نحتاج بصراحة الى هاي المشاريع.